العرب المتواجدين في المباريات الودية فهم في الرسميات يختلفون كليا. تدخل رائع في اللقطة الماضية من جانب سلمان او بلا كأس العالم بثقة اكبر. اليوم مطالبين بنتيجة افضل. حلوة اللمسة باتجاه سالم. سالم يحاول. سالم لفهد الكعب الوانتو. تمرير على اليمين شهراني. منتخبنا يهاجم في هذه الاثناء. لمسة لسالم. سالم يلعبها قوية. هجمة لمنتخب المانيا. تدخل ممتاز من جانب عبد الله عطيف. مشروع المرتدة في المساحة لفهد هوملز. في اخر لحظة تدخل سعودي تيسير. هذه لمسة على اليمين. فرصة للاخضر وسالم. سالم الدوسري على الجهة اليمنى. سالم يحاول مرور. سالم مر. سالم يلعب كرة عرضية مرت خط يحيى. عودة بعد ذلك لسالم. واحدة من سالم. عدى سالم. انطلاقة منصور الحربي على الجهة اليسرى. الكرة تصل عند سالم الدوسري. سالم يغير اتجاه اللعب. على اليمين كرة خطيرة. جبر. عدت من القائم. فرصة لمصلحة المنتخب الألماني. ممتاز التدخل. تغطية من جانب سالم. سالم. سالم يحاول بين ثلاثة لاعبين. الكرة حلوة. تمريرة هجمة. ذلك سالم منصور. منصور لسالم الدوسري. سالم يعطيها مع أسامة. أجمل تغطية من أسامة لسالم. وسالم لسلمان. وسالم لسلمان وفهد على اليسار. ويحيى على اليمين. أربعة على ثلاثة. هذه ممكن. هذه ممكن يا أخضر. سلمان. سلمان بكرة. سلمان بتمريرة. لسالم داخل منطقة الجزاء. فرصة. يلعبها بكرة. يلعب لاعبون بأداء جيد جدا في شوط المباراة الأول. كرة لأسامة. لمسة على الجهة اليمنى لياسر. تقريبا فرصين إلى ثلاث فرص للأخضر. لم تستغل. لا يلعب المنتخب السعودي مباراة دفاعية بل أنه يفرض أسلوبه في بعض الأوقات. الله على التمريرة من سلمان لسالم. منصور على اليسار. منصور على اليسار. يا سالم مر. سالم قوية لكنها جواز سفر لي عمر. عودة لعبد الله المعيوف. عبد الله المعيوف خلص الكرة باتجاه سالم دوسري الالماني. على الاقل ما اشاهده من تحركات لاعبي المنتخب السعودي في مناطق المانيا باكبر عدد. هذه كره لياسر على الجهه اليسرى فيها تسلل. جدا خطيره جدا للمنتخب الالماني. الم نقل ان الخطر عندهم في كل مكان. سالم بكنترول جميل. بناء الهجمه للاخضر. هوساوي في التغطيه. محاوله مرور ولكن ايضا سالم عوده ممتازه وابعاد الكره قبل ان تخرج. لا زالت في اللعب. كره مكمل يعني يكون من عناصر الناصر المانشاف في المونديال. الله على سالم. عدى سالم. عدى سالم بتمرير ليحيى. كرة تصل لمصلحة تيسير. سالم على اليسار. وين سالم؟ سالم يحاول. سالم يحاول. أمامه أكثر من لاعب. ينتظر مساندة أكبر على أرض بايرينا. تظهر في بعض الأوقات هذه كرة. هذه مثلثات. هذه بينيات. هذه تمريرات. هذه محاولات. وهذا مرور. وهذه مهارة. وهذه كرة. الله الله. طبعا من منتخبنا لمسات. لعبات وبينيات ومثلثات ومهارات. ويا لها من كرة للصقور الخضر لم تكتمل يا سالم. ارفع ترمومتر خط الوسط. نجم منتخبنا عبد الله. سالم يمر ويكسب خطأ. اعتذار. صراع هوائي يكسب ياسر. تصل عند سالم. سالم بتمريرة حلوة. نعم هي مباراة ودية. من فوق العادة في العديد من المباريات. وهذا سالم هو الآخر. وهذا سالم يحاول مرور. وسالم عدى. وسالم مر وغير اتجاه اللاعب. محاولة من جانب يحيى على الجهة اليسرى. مرتدة سريعة لسالم. عندنا مساحة. السرعة انطلاقة لسالم الدوسري. فرصة للأخضر. سالم يحاول ولكن رينا بعرض جيد جدا تكتيكيا. لمسة من كأس العالم ويعني جيدا للألمان أن يذهبون إلى المونديال وهم بمعنويات جيدة. المنتخب السعودي ضد المانيا في قلب المانيا لكل الذين يتكلمون قبل المباراه. سالم الدوسري يحيى يبقى